يعني عرفت وما طلبتش يعني يبقى خلاص يبقى هي موافقه. انا عايزه اتضمن مع خيري بس في النقطه دي استضاحيه مره ثانيه. النقطه اللي قالها خيري في منتهى الاهميه، طب انتوا مش خايفين كستات ان ده يفتح الباب الخلفي لزيجات سريه ما هياش موثقه شرعيا عند موثقه يعني في عرفي ورق ورق عرفي او حتى عند محامي مشروع، وده مجتمعنا لا يتحملها بصراحه. ده ما يقلقناش؟ هي تسمحوا لي اولا انا بشكركم على الدعوه الكريمه، شرفت وفخوره اني بقدم قانونين مش مشروعين لقانونين مش قانون واحد. الاثنين قدمتهم في نفس التوقيت والاثنين حازوا على اهتمام. قانونين ايه؟ احوال شخصيه وايه؟ قانون الموحد للعنف ضد المراه. والجميل ان انا لما قدمت القانونين واحد ارتبط بكلمة الرئيس في عيد المرأة المصرية لما اتكلم عن العنف، والقانون الاخر يعني اخذ اهتمام كبير خاصة مع مسلسل أمل حربي، ثم بعد كده دعوة الرئيس السيسي المهتم دايما بنهضة الأسرة المصرية وتماسكها وغيره. في الحقيقة مسألة التعدد، احنا عندنا أزمة في الفكر، في رؤيتنا للفكر الإسلامي للتعليم الدينية اللي احنا اتعلمناها. التعدد لم يأتي حقا للرجل، وإنما جاء حلا لمشاكل ربما يقابلها أو تقابلها الأسرة، وبالتالي للأسف الحل تحول إلى حق. فأصبح بالنسبة لأي هو جاء لمشكلة، يعني النص القرآني ما فيهوش ده، هو وإلا ما كانش ربطه ربنا سبحانه وتعالى العدل. بقضية العدل، وقال ولن تعدلوا وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ولن تعدلوا يعني ولن تعدلوا ده معناها ان انت مش هتقدر ولو حرصت القرآن. وبالتالي هنا لازم تقول لي انهي نص، الايه 3 من سوره النساء ولا الايه 128؟ ايوه قولي لي الايتين. الايه اللي قالت لك مثنى وثلاث ورباع ولن تعدلوا وان خفتم الا تعدلوا، ولا الايه اللي قالت لك ولن تعدلوا ولو حرصتم؟ يبقى انت معلق على شرط يا بيه. بالظبط، يعني مش زواج عادي، يعني مش حق. الحاجه الثانيه يعني حل. الحاجه الثانيه هو مفهومنا هو كثير من العلماء قالوا ان الاصل في الزواج هو الأحد. الواحده واحدة. انا بس عايزه اقول لك على حاجه، اللي عايز يتجوز يتجوز، بس حط عينك في عين الست اللي مضيت معاها عقد على انها متجوزه راجل. طب شرط عندها تستطيع ان تحط الشرط انها ترفض ان يتزوج عليها. هو اللي احنا عاملينه فعلا في مشروع القانون، ان للمراه ان تشترط ما تشاء طالما لا يخالف شرع ولا يخالف دستور. كويس، اذا ما حطيتش شرط تخالف العقد اللي هو اتجهت النيه ان حضرتك هي متجوزه راجل واحد كامل مش نص راجل، وهو متجوز واحده ست كامله مش نص ست. ما انا برضه ليه ما يكونش عندنا ثقافه بترفض؟ هو ليه ما يكونش عندنا ثقافه؟ انا عندي في عائلات ترفض ان هو تقطع شروط في العقد. انا عايزه اقول لكم على حاجه، واحنا بنحضر او بنناقش وثيقه الزواج اللي اتعملت في لائحه المأذونين بتاعه سنه 1999، اللي هو دلوقتي وثيقه الزواج فيها مساحه فاضيه، دي ما كانتش موجوده قبل 99. اتحط كان محطوط في المساحه الفاضيه دي، ما فيش مساحه فاضيه، كان محطوط مربعين، مربع فيه شروط للزوجه مكتوبه اتعلم عليها بس اخرى، ومربع فيه شروط للزوج مكتوبه وبعدها اخرى لو حد عايز يضيف. ما حدش كان بيعمل دي حاجه. لا حبيبتي، المناقشه في الموضوع ده اترفض وقال لك لا ما تعملوهاش. طب انا عندي تجربه واقعيه اسمحوا لي ان انا اعرضها. في دوله ما، الدوله دي دوله اسلاميه بتقر القانون المدوي، يعني الجواز فيها بيتم عن الجهه القانونيه اللي بتوثقه، محكمه. على فكره احنا القانون عندنا كده، هو الموظف ده مش شيخ، الموظف ده موثق في وزاره العدل. ايوه المأذون، المأذون ده موظف. انا هقول ان هي الدوله بتطبق هذا القانون يعني العلماني. فبالتالي ان من حق الزوج زوجه واحده بس، ومش من حقه ابدا يدخل السجن لو اتجوز واحده ثانيه. فاللي حاصل مؤخرا وبعد ان انتشار الفكر العادي الاسلامي والناس بدات تطبقه، والاغنياء هناك بقوا من المسلمين، الطبيعي ان هم بقوا بيعملوا حاجه اسمها امام نكاح. انا اروح اتجوز عند الشيخ بتاع الجامعه، تعالى جوزني، زوجتك نفسي، خلصنا على كده. فده اصبح منتشر جدا. انا مش زوجتك نفسي، ده هناك عقد كده، في واحد بيعقد النكاح. ايوه بس الامام بتاع الجامع ما فيش عقد بقى موثق.
يتوثق لا يا ترى باتفاق الطرفين هتاخدي يعني كذا المسيار والكلام اللي احنا بنسمع عنه يعني دوت المسيار مش كده المسيار ده رسمي ولكن يسير اليها او تسير اليها حسب ظروفه هو الشيخ ده هنا مختلف بلا نفقه وبالتالي دي ابواب لازم طيب علشان بس في موضوع التعدد محدش بيقول نعمل زي تونس ونقول ممنوع او زي تركيا ونقول ممنوع لكن الناس تبقى عندها قدر من الامانه انها تناقش. طيب انا عايز اقولك على حاجة اللي انت بتقوله ده وبتقول انه ربما يساعد على الزواج السري لكن مش شايفين ان ده بيساعد على هروب الرجالة من مشاكلها يعني لو عنده مشكلة مع مراته بيواجهها. مش الاولى انه يواجهها ويتناقشوا ويتكلموا ولا يجري زي العيال يهرب في السر ويشوف حاله للي بتهشتك وتدلع للي بتهشتك وتدلع وعايز اقولك بعد كده هتقلب عليه لا ده جواز مصلحة شوف بقى اللي دايما. بيشوف الخواتم يعني بلاش نحط قوانين نتفق على المبدأ هو ان من حق الزوجة الوضوح ان تعلم والأمانة وتواجهها حضرتك في النقطة دي في المشروع بتاعك اضفت ايه يعني ماذا طرحتي هو اعلان الزوجة الاولى دي مسألة مياج جديدة أيوة. هو بالفعل حصل في التعديل السابق قبل كده لكن اللي احنا اضفناه في هذا المشروع ان ياخد تصريح من المحكمة وهذا التصريح بيكون عبر طلب منه بانه عايز يتجوز فبيتقدم بيه المحكمة بتعلن الزوجة الاولى او الزوجات السابقات ثم بعد كده المرأة بتقول رأيها اذا كانت موافقة فبيستمر هذا الزواج مع الاشتراطات اللي هي بتحطها اذا كان انفاق رعاية الاطفال و مع الاحتفاظ في ايديها بانه اذا هو لم يلتزم بما اقر قدام المحكمه من رعايه وانفاق وغيره لها ان تطلق نفسها وتاخذ كل حقوقها الماليه